تحدي البقاء في السجن الانفرادي، كل واحد من اخواني راح يكون داخل زنزانة واخر واحد يبقى فيها راح يكون هو الفايز، ولكن راح يكون في تحديات، واذا ما فزت في التحدي راح تطلع برا الزنزانة. احداث جدا قوية صارت، خلونا نبدأ. معاكم المحقق سعود، واليوم اخر واحد يبقى في الزنزانة راح يكون هو الفايز. مانياتورا. طيب الان كل واحد من اخواني راح احطه في الزنزانة الخاصة فيه، ولكن تتحمل كل شيء يجيك. بسم الله على بركة الله. سعود انا هنا. عبد الله هنا. الزنزانة اللي صار بالنص. دحوم الزنزانة اللي هنا، ادخل ادخل عشان افك الكلبشة من اليد. اوكي هنا عندنا طبعا مطبخ السجن. سعود خليك هنا. سعود سريع. خليك هنا، بقفل الان الاقفال. اوكي السجين الاول دحوم، نقفل عليه طال عمرك السجن. اوكي قفلنا السجن. معكم معليش المخباش سعود. ايه عسكري. دقيقه. اوكي السجين الاول الان في السجن الخاصه فيه. خلونا نشوف السجين الثاني. ايه عسكري. سعود انا قبل انجيتنا عليك بلاغات انك رجل خطير، ناقلينك من سجن ثاني. ايه يا حبيبي لازم تعرف قيمتي. زين بس العصا هذا ها؟ يطلع اما السجين الثالث والاخير جاينا تقرير بانه مكار. الله يستر. اي مكار يلا بس شكله ثعلب. تراك هنا مد مد يدك بس يلا. تبي نفك يدك انت ها؟ يتفك يدي يا عسكري. ايه عسكري 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 انت. ايه انتبه. اوكي وهذا السجين الثاني وخلصنا منه. شكرا يا عسكري عسكري. حياك. وش تبغى؟ سلم عليك. طيب الان راح اخلي اخواني في الزنزانة الخاصة فيهم وانا بروح اريح لاني تعبان. سلام. واخيرا وصلنا صندوق ساميانج العملاق، اشهر براند للنودلز الكورية الحارة، وباحتفالا بنهاية عام 2022 الذكرى السنوية العاشرة لبراند بولداك. الحين انا واخواني بشكل عشوائي راح نسحب نودلز من هذا الصندوق الكبير ونجربها ونوريكم كل النكهات الموجودة. مستعدون؟ مستعدون. اوكي هذا اول نودلز راح نسحبه. مستعدون؟ يلا سعود يلا نشوف ايش يطلع لنا. اي نكهة؟ نكهة بولداك كريم كابونارا. اوكي والان نسحب نكهة جديدة، بولداك تشيز، بولداك بالجبنة. حلو يا سعود. اي هذه النكهة الثانية. ونسحب بشكل عشوائي ونشوف. اوكي هذه بولداك جبن كواترو. ونشوف اللي بعدها يا شباب. بسم الله. اي نكهة؟ نكهة بولداك هابينيرو لايم، راح نجربها برضو. واللي بعده راح نشوف. اوكي بولداك اوريجينال او الاصلي. ومتحمس لتقريبا اخر نكهة اللي هي نكهة بولداك كاربونارا. طبعا هذا البوكس موجود لفترة محدودة، طبعا تلاقون منتجات بولداك في امازون وكارفور. ايه عبدالله شوف شوفي انت هنا. وخ وخ بس انا ما ابي احد يجي حولي ها. هلا على المتعة. جربت النعلة ذي؟ خير تجيب نعال؟ ايه مو مسموح؟ لا مو مسموح. حبيبي رميناها هناك. لحظة لحظة الزنزانة صغيرة مرة. والله يا شيخ اقسم بالله اللي بتقدر لا اكسرها لا تفهم؟ ترى ساكتك من السجن راح. ترى هي اسمع انا ابي طيب انا ابي انا. كلهم ما حد قال لك شيء. اصلا الزنزانة يلا يلا. ما حد يقدر يجي ياخذ مخدتي ولا شيء. ايش؟ ايش طلع جنبك؟ نعم خذها. ايوه محمد ما جبتها ترى بتنزل. اها جبها جبها حدك تاخذ جبها اقسم بالله. سعد خذ جبها بس دحوم نم نم بس هذا الوضع كذا الوضع من بدايته تسوون حرب ثم تسيع اخر التحدي. خلنا ننام. خالد ما خالد مو مشكله. طب الحين شو الوضع الحين؟ سعود خلاني هنا مش شوف 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 انا عندي وضع عندك وش؟ لا لا والله احسن شيء انك بعيد عني. انت خذ مخدتك بعيد عني. وش ما انت تحسين ما اقدر اخذ الاشياء هذه؟ ايش؟ عادي 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 هذا مستواك مستواك. دحوم ترجع الاغراض ولا لا؟ لا سعد دحوم ترى بسوي معك حرب. ايش ايش النوم تعجبني. النوم الدبي يعني الان ما في شيء اسمه بنت. عسكري يا عسكري.
استحقاق. في خبر يقول انك مهرب شيء دحوم. والله والله سعود راح يتابعون. سعود تفتيش. دقيقه عنده زنوبه. وخر اجلس. طب عنده زنوبه. اجلس الان لا تتكلم. شوف يا سعود شوف المفك. وش معه مفك؟ اوه يا سعود يا اخي ما جبته. انت مهرب هذه؟ لا. وش اللي لا موجوده في زنزانتك؟ انا اوريك كيف. خلك مكانك الان. الان عقاب لك. عقاب الى دحوم لان المهرب اده حاده. تعال وقف هنا. سمعت سعود؟ سعود شوف ترى ماخذ اغراضي. شوف حدتي واشياء لازم يرجعها. تعال وقف هنا اخلص. عسكري فاهم يا شيخ تعجبني. احب الصح اللي كذا. والله اللي هاي تويه. سعود اربط رجله. لا مالك دخل. مالك دخل. يلا وش مالك دخل يا سعود؟ وهذا العقاب الدحوم سويناه. انا وهذا درس لكل واحد. هاي درس. اسمع درس. ايه طب هذا جاب زنوبه قاعد تلشطني فيها. وينها؟ ايش راح تسوي نفسك؟ جبها جبها. سعود وشو؟ جبها خلاص. سعود شوف طلع. سعود طق منه يا سعود. طلع سعود بكاية. انت اسكري طق منه يا عسكري. اسكري بس اسكري. اسكري لا تبع صوتي. اللي ياخذ مخدراتي يستاهل. تسمع تسمع تسمع. الحمد لله. لا تحط راسك براسي. تسمع يلا يلا. شو اللبس هذا؟ ها شو اللبس؟ ها حق لك انا هنا. يلا هلا هلا. تسمع خليك راسك هنا. خذ راسك. تسمع هذا عدك. اسحب رجلك الحين. ها يا سلام. عسكري يقول لك حكم. يو يا عسكري. اوكي هذا درس لك انت وياه. والبقاء لا اجلس. البقاء للاقوى تذكروا دائما. اوكي سجناء التحدي الاول لك 10 ثواني بس تشرب خلالها كاس مويه كامل. ولو ما شربت خلال 10 ثواني راح تحصل على عقاب. ولو نجحت راح تحصل على مكافأة. واضح؟ واضح. يلا يا سعود. كاس الأول. لا تشرب. بسم الله. الكاس الثاني. يا عسكري. اسكت بس اسكت. الكاس الثالث عند دحوم. لك 10 ثواني. اللي خلص يعطيني الكاس، أوكي؟ أوكي. راح يبدأ الوقت الآن. 10 ثواني. 1، 2، 3. يلا. 3 ثواني راحت. 5 ثواني راحت. 6 7 ستوب. اوكي كلكم فزتوا. اوكي اخواني فازوا بالتحدي الاول لذلك نجوا كلهم راح يستحقون مكافأة. راح اعطي اخواني مكافأة من الصندوق نودل ساميانج بولداك الحار. مستعدون؟ مستعدون. بشكل عشوائي راح يسحبون ونشوف ايش يطلع له نكهة. اوكي نكهة الأولى. اسحب أوه. بشكل عشوائي. يلا يا سعد سريع. اوكي هنا النكهة الثانية. اوكي خلونا نشوف ايش النكهات اللي طلعت لهم. النكهة اللي طلعت لك بولدك تشيز يا حبيبي. بولدك تشيز. وانت ايش طلع لك؟ طلعت النكهة الأصلية يا حبيبي. اوكي اوريجينال. وانت؟ انا الكربونارا الكريمي. اعطوني اياها بحكم انها مكافأة راح اطبخها لكم في مطبخ السجن. هنا. اوكي استعدوا يا سجناء. حلو حلو. يا سلام. هذه النكهة الأولى اللي طلعت لسعد. يلا يا عسكري سريع. يلا يلا جايكم جايكم. الله يا سلام. اوكي وهذه النكهة الثانية. النكهة الثانية بسم الله. بو 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 بو. يا سلام ويا سلام. جالس أطبخ لهم أحلى نودلز. اوكي الآن حط احلى بهارات. دقيقه يلا يا سعود. يلا يلا جايكم جايكم النودلز. اوكي والبهارات الثانيه بسم الله. يا سلام اسمع الريحه سبايسي. يا سلام يا سلام.
سبايسي جايكم جايكم احلى النودلز ويلا احلى نودلز جاهز نودلز بولدك جاهز دحوم اوه سعد يلا يسعود يا سلام وعبد الله يا سلام يا الله وهنا دحوم يا اكل ايش رايك والله لذيذه بس فيها سبايسي كي خفيف حرام بس لذيذه وسعد هنا ياكل وش رايك سعود سبايسي ولذيذ يا سعود تعرف الحار حلو هذا سيئ اوكي والله هذه مكافأة لكم ها سعد مستمتع مستمتع بس شكلك ناوينا في تحديات صعبة طبعا طبعا يا ويلكم من التحديات لانه البقاء للاقوى للاقوى بعد الاكل يبيها بيها نومة والله الحمد لله ولا تحدي ذا عدينا بس شكل التحديات سهله ذا وش شرب مويه بس يا اخي تحس انه مصدق ها خير خير بس بعدين بس حبيبي عسكري بالله وش شبعت اذنك مصدق ذا اذنك شبعت اذنك واحد يذكر الله ينام صبر بالله دحين تكفى قريب منك التحدي الثاني الخسران في هذا التحدي راح يحصل على عقاب قوي تراب وموية راح نكبها عليه أوكي؟ أوكي أما الفائزين راح يحصلون على وجبة فاخرة كمان أوكي؟ أوكي فكرة التحدي اللي يسحب الحبل الغلط أو الخطأ راح يخسر حلو اختر رقم أربعة أربعة؟ حبل رقم أربعة لو صار هو الكوب راح تخسر. اختار. ستة. 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 رقم ستة. واحد. واحد. وين ورقم واحد؟ تكفى. أيوه. يلا. سبعة. سبعة. وين سبعة؟ سريع. اثنين. اثنين اثنين هنا رقم اثنين بسم الله نشوف الان راح اعطي الوجبه الفاخره للفائزين عبد الله ودحوم والوجبه الفاخره وجبه عبد الله تستاهل هذا اللي يفوز هذا اللي يفوز بالتحدي وجبتي وش تبي انت؟ ناس وجبتي الان العقاب لسعد شو ناس وجبتي اسكت عقاب للسجين سعد مويه وتراب انت بتعنى ايه بسم الله تكفى يا عسكري سعد تكفى يا عسكري وخر يدك سعد انا اوريك كيف الان نفك الزنزانه ونعاقبه اوكي سعد مرحبا بك في العقاب سعد تبغى شوفوه يا سعد سعد اوه كلمة ولا كلمة اللي سعود تراب يا سعود 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 ريحته مخيسة يا سعود سعود بس يا ترى كلمة سعود اعترف اعترف لا 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 سعد في هتل هنا والله لا مفضحة في هتل في هتل ايه ايش تحت مخيس سعود وصل النوم الحين وصل نفسك ها طاقص سعود شوف يا سعود تكفى استنى تكفى 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 انك سمكة بسم الله بسم الله اني حاسب الله تخبار دحوم وش تتراب ولا جاي بشيء امزح والله يا ريت والله ما ضيق اسمي والله ما بشيء يا ريت كنا يا ريت شلون انت لسه شلون
صدقت انزل سفنر وشو 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 برجر بايش برجر معجبني لحم ولا دجاج؟ لحم. الان تحدي البقاء للاقوى، اخر شخص يطلع الكوره راح يخسر، يعني في واحد منكم الان راح يطلع. التحدي باختصار، عندك هذه المويه وفي وسطها الكوب، تغرف من المويه وتحاول تطلع الكوره الموجوده هنا. اوكي اوكي بس ايش سؤال؟ صب مويه. ايه طبعا سؤال، الحين اذا طلعت امسكها؟ لا طلعها بدون ما تلمس الكوره عن طريق تعبئه هذه العلبه مويه. اوكي راح ادخل عندكم الان المويه هذه جوا. اوكي ويا ويلكم ويلا. تعال مستعدون مستعدون. واحد اثنين ثلاثة انطلق انطلق. عب المويه سريع عب المويه سريع. اوف اوف اوف، هنا تقدم وهنا تقدم. اوه بسرعة بسرعة. يلا من يا ترى من يا ترى؟ يلا طلع الكرة في آخر لحظة، تبقت الكرة في الداخل زي ما تشوفون. لذلك الفائزين اللي يبقون في الزنزانة، لأن باقي بينكم تحدي قوي. عين الروح كمون. حظ أوفر يا دحوم. أمشي كنت برجر. الآن نطلع دحوم من الزنزانة، للأسف خسر هذا التحدي. صادق صادق صادق، كل الجمهور قل لهم يحطوا اللايك بعدين نروح. لايك لايك يا شباب. يلا يلا لايك يا شباب. يلا برا برا البقاء الاقوى كمان. اوكي راح خليهم شوي كذا، يمكن واحد يطفش منهم يستسلم يفوز واحد، ما ادري. نخليهم. نظيف عندك وش ذا دلع؟ لا مو بزنزانة ذي. خل خل الطائرة. يلا شوف آه. بس يلا قافله، ترى قافله واصله هنا، حتى صب عليه جالس. عبد الله تصب، ترى بقدر اقلبها حرب. يلا صب جاي صب، اذا انت قدها صب. تعال تعال انت. يا كذا بتحسب ان البقال الاقوى. تحسب كذا الدعوة. صح تروش 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 يا حياتي. هذا بس زد زد زد. عندي عبد الله عبد الله عبد الله صديقي. ايوه تحسب ما عندي يا حليل يا حياتي. حرام شوف شباب حرام. ايوه اجلس اجلس بالحرب كذا. ما تدري انه معبى اطراف؟ مش ذي صغيره حق البزران ذي. شباب بزران شباب تعالوا، باقي انتم الاثنين، في احد يستسلم؟ لا وين؟ ساعة تصريحك لا. الان تصريحي ان شاء الله اني بجيبها رغم الظروف والصعوبة. وانت؟ لا والله ما استسلم، والله ما استسلم. وجهك يقول انك تستسلم. خايف انا طبيعي خاف المرعب الحقيقي. اوه كمان كمان كمان. طيب لانكم طولتوا بجيب لكم تحدي، مش تحدي البقال الاقوى. لا تحدي فيه جائزة وفيه عقاب. حلو. الجائزة 100 ريال. حلو حلو حلو. والعقاب بعلق رجلك في الزنزانة حقتك. تكفى تكفى رجلي والله. راح أعطي كل واحد منكم أكلة معينة، اللي يخلصها أول يكون هو الفائز. أوكي يلا 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 جايتكم الأكلة. الوجبة وصلت، لا تفتحها يا ويلك لو فتحتها. أنت مضبي ذا. ما أدري، بعطيك وجبتك الحين نفس بعض أنتم مصبر. وهذه وجبة عبد الله، خليها عندك. أشكرك يا سعود. اسمع، اللي يخلصها أول يكون هو الفايز. اوكي اوكي. بعد لين ثلاثه تفتحون الوجبه. اوكي اوكي. واحد اثنين ثلاثه. اللي خلص اول اللي خلص اول. اوه اوه سعد سعد. ايوه ايوه سعد مستعجل سعد.
عبد الله. اوب 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 اليكس ساعد هنا، اليكس ساعد هنا، ركز ركز يا ساعد. ها كيف؟ مويه ما في مويه. ها عبد الله، عبد الله خلص. ايش فيك انت؟ ما خلصت انت؟ مبروك يا احمد، هنا مبروك يا احمد، هنا التحدي الرعب. مش خلصت والله نشوف اذا تبي القتلات ترى نواصل. اوكي نجي للعقاب. اول شيء خلنا نربطك. ايش تبغى؟ شفتك ولا تفتح؟ ايش تبغى؟ شفتك ولا تفتح؟ سعود عط عط رجلين. هذا اسمه سياح، اسمها بكري. هذا المرعب، شوف كيف يرجع ورا. ايش الرابط قطع؟ سعود تكفى سعود. ما تمشي؟ سعود قوم تروح. انا وليك سعود. سعود في تلشين. شيك انت؟ يلا اطلع افرجك هنا هنا هنا. هنا. شوف رجلك. يلا. هي هي هذا النشاط الحين ها؟ قرب. رجله صغيره ترحم ترحم. قربت قربت. قربت وش فيه؟ سعود شو الشراب والله مثقله. والله ثقيلة شرابة. يا رب نرميها عليك عند راح قنبلة ذي. انتبه. يا أنا. شوف. طيب إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى سعود؟ اسكت بس. أنا أنا أبي أنا أبي ها. اسمع. اسمع. تجلس كذا. تجلس. أنا معي شيء. ومية ريال. لا تلا. هلا بال. أها أها. شعب مبلوع يا عزيزي، مبلوع دخول فلوس يا سعود. جدها جدها جلس جلس، لا تحمس لا تحمس. جدها والله العظيم فك فك وانت علم فك وعلم يا شيخ. انا ايش اسوي لك؟ ينقض عليك الفرون. قوم 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 واقف. اها ايوه خذ الشراب يا سعود. بس اخبصها لك رجلك. انا تبي اسدد لك شرابيه؟ ايش تبي تكب على التراب؟ اخر اخر عسكري خذ العسكري. اقسم بالله انا فاشل. وش ذنبني؟ والله العسكري فاشل والله. سعود معليش بس ابي انشر يعني رطب شوي. اي خل خلاص انت متجاوز هذا من عاد العقاب. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا لا. عسكري عسكري مويه بس. لا عسكري والله تسمع لا تسمع. لا تسمع. اوكي شباب يمكن يا عسكري ولا كلمه. وش ولا واسكت. شوف ارادتك الان. شكك ضعيف شخصيه عسكري. اسكت ضعيف شخصيه. اسمع الان تحدي البقاء للاقوى. بحكم انكم طولتوا اللي يفوز في هذا التحدي راح يكون هو البطل. سعود سعود سجاسه طيب 5000 ريال. كمان يا سعود. نعم شو التحدي؟ راح اعطي صندوق لكل واحد فيكم، والصندوق هذا مقفل وداخله مفتاح زنزانه صديقك. إذا قدرت تكسر الصندوق هذا وتعطيني المفتاح راح تكون أنت الفائز. كومون سعود لا أعلم سعودك ولا أعلم. الصندوق صعب الكسر لكن اللي يكسره ويطلع المفتاح راح أقدر أفتح زنزانة صديقك وراح تكون أنت الفائز. يا رب. من يا ترى يا سعود سوف يكسر هذا الصندوق؟ الصندوق الأول في مفتاح زنزانة عبد الله راح يكون عند سعد، والصندوق الثاني في مفتاح زنزانة سعد راح يكون عند عبد الله. إذا قدرت تكسره راح تكون أنت الفائز. يا رب. بس بشرط تطلع مفتاح وتعطيني إياه. كمان. أوكي. أوكي. بعطيكم الصناديق وبعد لين ثلاثة وتبدون. مستعدون. مستعدون. اللي يكسره أول راح يكون هو الفائز. واحد، اثنين، ثلاثة. هاي يا بنا. ماني.
صار عليك انت؟ وش انا؟ ما قدر كمان سعود ياكي والله خربت علينا ذي شغل مخك اي والله شغل مخك هذا المفتاح اللي يفتح زنزانة عبد الله وبكذا يكون هو برا التحدي اوه والله ما توقعت اوكي برا البقاء للاقوى كمان اما توردها مورد الابطال ولا استرح وخلي المرات اللي هلها اوب 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 اين الرد اسلم هذه الخردة حقته كمان راح نعطي الجائزة الان للمرأة كمان 5000 ريال كمان 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 يا سعود مبروك اما تولدها مولد الابطال ولا استرح خلي المراجل لاهلها خلي المراجل لاهلها والله رهيب كمان ما شغل مخك تعذب هذا في المقطع ها سعود لحظة اهدا شرابي كمان بس كلمة صباح صوتك راح ألف مبروك الساعد فاز في هذا التحدي بخمسة آلاف ريال لا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناة وشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي أوه